توجه طلبة درعا وبالرغم من توتر الأحداث الأخيرة في المحافظة إلى تقدم لامتحانات الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي بأجواء امتحانية مستقرة ومتابعة من قبل الجهات المعنية والتربوية. طبعا مديرية التربية أجرت كامل الاستعدادات من تجهيز مراكز وتأمين الأمناء سر ورؤساء مراكز والمراقبين على كافة المراكز، وأيضا قامت بتوزيع المواد المعقمة وتوزيع القرطاسية وكامل مستلزمات العملية الامتحانية. هي تسير بشكل جيد ضمن محافظة درعا بمتابعة مباشرة من السيد المحافظ. كان الامتحان كويس والأسئلة سهلة، ويعني ما فيها زيادة صعوبة. الأجواء الامتحانية أكيد كانت هادئة جدا، يعني نشكر التربية على تأمين أجواء امتحانية هادئة. الأسئلة كانت شاملة، كانت كثير حلوة، يعني إنه أي طالب وسط بيقدر يحل الأسئلة، يعني يقدر يحل يجيب 40 درجة كسهولة ويسر. يعني الأسئلة كانت مقبولة لكل الطلاب، تناسب كل المستويات إن كانت متوسطة أو ممتازة. يعني أسئلة كثير كويسة، ونشكر وزارة التربية على أسئلة يعني على النمط الأول. بلغ عدد المراكز الامتحانية 50 مركزا، وعدد الطلبة المتقدمين للفرع الأدبي 1334 طالبا وطالبة، وللفرع العلمي 3034 طالبا وطالبة في عموم المحافظة. للإخبارية السورية مرح المقداد.